ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف معالي السفير أحمد حجاج، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. وبداية يعني فكرة الجمهورية الجديدة وترسيخ هذه المبادئ يا فندم العالمية على أسس حقيقية، ووضع وإطلاق لسيادة الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كيف تقرأ هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات؟ هو تزامن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الجمهورية الجديدة، أعتقد أنه يوجد ترابط وثيق بين الاثنين، ودي خير استهلال لإنشاء الجمهورية الجديدة اهتمامها بحقوق الإنسان والشعب المصري. ما قاله الرئيس السيسي بإعلان عام 2022 كعام المجتمع المدني في مصر، المجتمع المدني في مصر موجود منذ عشرات السنين، ولكن يجب دفعه للقيام بدور أكبر في تسيير الأمور الخاصة بالمجتمع المصري. المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر بخصوص حقوق الإنسان ما تصدقنا عليها في البرلمان تصبح جزءا من التشريع المصري ويجب احترامها. فهناك ترابط بين كل هذه الأمور، وخير استهلال لإنشاء الجمهورية الجديدة هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تمام. فيما يتعلق بهذا الجزء بالتحديد، هل نحتاج ونحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، هل نحتاج إلى تغيير الثقافة الخاصة بحقوق الإنسان، إعادة نشر مبادئ جديدة، إدخالها في بعض مناهج التعليم، إدخالها في بعض وسائل الإعلام، عشان نقدر نوصل للمواطن العادي ما تم من تغيير فيما يتعلق بهذه الاستراتيجية؟ طبعا يجب زيادة وعي الإنسان المصري بحقوقه، وأنا أعتقد في السنوات الأخيرة ازداد وعي الشعب المصري بالمطالبة بحقوقه الشاملة وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن إذا كنا نحرص على ذلك محليا يجب أن نحرص عليها دوليا، لأنني لاحظت خلال عملي في الأمم المتحدة أن حقوق الإنسان تستغل سياسيا للضغط على بعض الدول أو لتحقيق مصالح معينة لدول خاصة وإجبار بعض الدول على تغيير سياستها في موضوعات سياسية معينة. يعني عندما كنا نؤيد موضوع الحقوق السياسية حقوق الانتخابات الديمقراطية ونطلب أيضا بتطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الدولي، كنا نجد معارضة من الدول الكبرى في هذا الصدد. فيجب الحرص على عدم تسييس حقوق الإنسان سواء محليا أو دوليا. معالي السفير، يمكن ملف حقوق الإنسان ملف شائك بشكل عام وأثير حوله لغط كثير دوليا يعني على مدى سنوات، وكثيرين من ضعاف النفوس كانوا بيستخدموا هذا الملف ضد مصر في أوقات من سنوات ماضية. في رأي حضرتك أهمية هذا الأمر في هذا الوقت بالتحديد لترسيخ هذه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة؟ ويقب على المجتمع المدني والحكومة المصرية التصدي لمثل هذه المحاولات من بعض المنظمات الدولية أو التي تدعي حرصها على صيانة حقوق الإنسان في الدول المختلفة، ولا تحرص على صيانة حدود حقوق الإنسان في الدول التي تعمل فيها. فيجب أن المجتمع المدني يتصدى لمثل هذه المحاولات وعدم تسييس هذه المحاولات لإجبار بعض الدول ومن ضمنها مصر على اتباع نهج معين في السياسات الدولية، ويجب أن يكون الوعي من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مصر والنقابات، كل هذه الفئات يجب أن تكون واعية لمثل هذه المحاولات وأن تتصدى لها ولا تستغل هذه المحاولات الدولية للإساءة. طب معلي سفير، اسمح لي، كيف تصحح هذه الصورة المغلوطة اللي تم رسمها لمصر في خلال سنوات طويلة من قبل هذه المنظمات اللي حضرتك ذكرتها؟
هي مصر تتصدر لذلك مرات كثيرة، ولكن يجب أن يكون هناك تضامن مجتمعي وشعبي للإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في هذا الصدد، لأنه إذا استمرت هذه المنظمات في الإساءة لسوق مصر ولم تجد زخما شعبيا يساند الإجراءات الحكومية، أعتقد أننا ستفقد بعد أدبنا. ولكن إذا تصدت الآن منظمات المجتمع المدني بالإقناع وليس بالسجب المتشني سيكون النتيجة أفضل بكثير. سيد السفير، هل معايير حقوق الإنسان بتختلف باختلاف ثقافة المجتمع؟ يعني احنا واحنا بنروح لثقافة حقوق الإنسان بندور على فكرة أن يكون نحفظ حقوق المواطن في كل شيء، هل حفظ حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية له زي ما نقول كتالوج أو مانيوال نقدر نتكلم فيه، ولا بنتكلم في أن هو المهم أن يتحقق بشكل أو بآخر؟ لا، يجب اولا التدرب في مثل هذه الامور. يعني اذا حققنا كل الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه مره واحده لن تستطيع الحكومه، اي حكومه في العالم، ان تحقق نجاحات كبيره في هذا الصدد. فيجب ان يكون هناك تفهم من الشعب المصري وغيره من الشعوب الدول الناميه لموضوع التدرب في هذا الصدد، وايضا ان تكون الدول الاكثر نموا على وعي بضروره مساعده الدول الناميه في تحقيق هذه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، والا تركز فقط على الحقوق السياسيه، وسياسية مهمه جدا، حقوق الانتخاب، الديمقراطيه، حريه الراي، ولكن مجرد استغلالها في اجبار بعض الدول او حتى الاتباع ديانات معينه على تغيير سلوك حياتها يجب رفضه بكل شده. معالي السفير، شيء جميل جدا الحقيقه ان تطلق الدوله هذه الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، لكن لو تكلمنا بعيدا عن القوانين والاهتمام اهتمام الدولة بهذه الاستراتيجية، آليات تطبيق هذه حقوق الإنسان يا فندم في المجتمع وترسيخ هذه المبادئ في نفوس الناس والأجيال الجديدة، حضرتك شايف تتعمل إزاي؟ هو طبعا يجب تدريس موضوع حقوق الإنسان في المدارس والمعاهد الأكاديمية في مصر لزيادة الوعي الإنساني. في أنا سأعطي حضرتك مثال بسيط، يعني حق الإنتاج، حق الأنثى في بعض مناطق الأرياف المصرية في الميامس، باعتبار أن يعني يجب أن يقول الذكور النصيب الأسد في ميراث أبائهم. هذا إهدار بحقوق شريحة كبيرة من المجتمع، وهناك مظاهر أخرى تدل على تأصل بعض العادات والتقاليد التي تضر في ممارسة السكان أو المقدم لحقوق الإنسانية الكاملة. فيجب على وسائل الإعلام بالذات أن تزيل الدرع الحقوق الإنسان في البرامج التي تبثها، وأيضا أظهر الكنيسة أن يركز على موضوعات حقوق الإنسان خاصة من الديانة السماوية، يعني أشارت كلها إلى ضرورة فهم حقوق الإنسان بشرط النظر عن ديانته أو انتمائه الاجتماعي. تمام، أنا بشكر حضرتك سيادة السفير أحمد حجاج عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، شكرا لحضرتك وصباح الخير مرة أخرى.